بكم متابعي قناة إي تي بتزيري. بعد خروجه من السجن أطل نجم السوشيال ميديا الجزائري ريفكا على محبيه بصورة تجمعه مع عائلته كاتبا عليها الحمد لله، حيث قضى ريفكا أكثر من نصف عام في السجن رفقة باقي المؤثرين نوميديا وستالي المسجونين في قضية النصب والاحتيال على الطلبة. وتحدث ريفكا مع مقربيه عن الفترة التي قضاها في السجن بأنه عرف الرجال وكانوا في ظهره سندا قويا، ولم ينقصه شيء سوى طعم الحرية التي نالها بفضل نزاهة العدالة الجزائرية. فهل يا ترى ستتغير شخصية ريفكا بعد هذه التجربة؟ هل سيغير ذلك من نشاطاته عبر السوشيال ميديا؟ كل هذا سنعرفه في قادم الأيام.